السنة الخصوصية هو إطلاق هاد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. لعلمكم هاد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية هي مؤسسة عمومية أحدثناها بمقتضى قانون. إخوان تذكروا أن هذا الموضوع اشتغلنا عليه وخدنا في البرلمان أكثر من سنتين بين الغرفتين، وحنا نعتبر أن هذا النقاش اللي كان في الغرفتين كان نقاش مهم جدا، لأن سمح لنا كوزارة جهاز النقل واللوجستيك والماء أننا نتكلموا على الموضوع السلامة الطرقية. ويمكن نقول لكم الحمد لله هذا تطوير المؤسسات، يعني انتقلنا من واحد اللجنة تتسمى اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير سين بي ا سي اللي الإخوان تيعرفوها، اللي كانت لجنة، انتقلنا إلى مؤسسة محدثة بمقتضى قانون اللي هي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. حلبة تفاعلية من جيل جديد، المقصود منها هو نعلموا الدراري الصغيرين كيفاش يتعاملوا مع مقتضيات السلامة الطرقية. دونك كتكون دروس نظرية ودروس تطبيقية. الدروس النظرية غياخذوها في واحد المدرج هنا، والدروس العملية غياخذوها في هذه الحلبة هذه. دونك غيتنقلوا غيعرفوا واحد العدد ديال المقتضيات، وهذه المعول عليها انها تدخل هذه الثقافة السلامة الطرقية عند الأطفال، وهذا الشيء اللي ما تيسر لناش حنا فاش كنا صغار.